عشان تقوي مناعتك وانت في البيت في حاجات بسيطة هنعملها وموجودة في كل بيت عشان نحافظ على صحتنا وصحة أولادنا. أول حاجة السلطة. السلطة بتعزز المناعة لأنها غنية بالفيتامينات، ولازم طبق السلطة يحتوي على كل الألوان، الأحمر زي الطماطم والفلفل الأحمر، الأصفر زي الجزر والفلفل الأصفر، الأخضر زي الخيار، الجرجير، الخس، الأبيض زي الفجل والبصل، والبنفسجي زي البنجر. تاني حاجة عصير برتقان بالجزر لأنه مصدر لأهم الفيتامينات. الجزر بيحتوي على فيتامين ألف، والبرتقان أغنى فاكهة بتحتوي على فيتامين جيم واللي بيحمي من الأمراض المعدية. تالت حاجة العسل الأبيض. معلقة عسل على كوباية مية الصبح بترفع المناعة وبتنقي مسار الهواء في الجهاز التنفسي. ارفع مناعتك وحافظ على صحتك، احمي نفسك احمي بلدك.